اليوم لنا لقاء مختلف، يعني دكتورة ورائدة أعمال، ومنحتها الأمم المتحدة لقب سفير النشاط الاقتصادي لتكون أول شخص يمنح هذا اللقب في العالم. نرحب أكيد بالشيخة الدكتورة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، حياك الله. الله يحييك، منورتنا شيخة. يعطيك ألف عافية وسعيدين بتواجدك ومنورتنا. استسلمي حبيبتي. يمكن عزفنا لك أم كلثوم. عرفنا وايد تحبينها. إي وايد أحبها. كل أغانيها؟ كلهم، خاصة القديمين. غير أم كلثوم؟ غير أم كلثوم، فريد الأطرش، عبد الوهاب، عبد الحليم طبعا، العندليب الأسمر. الرأي الأول. نعم؟ الرأي الأول. الأول، إي صح. إي نعم. يمكن أول سؤال أحب أتطرق له، حصة، على منو سموك حصة أو منو سماك حصة؟ سماني الله يرحمه عبد الله السالم على أخته حصة الله السالم، الله يرحمه، مرت عبد الله الأحمد. سماكم كلكم؟ سمانا كلنا، من أختي العودة لآخر لفهد. الله يرحمه. إيه؟ الله يرحمه. طرق حق أفضل لقب بالنسبة لك ما شاء الله الدكتورة، غير الشيخة الدكتورة. نقول الرائدة في أو لقب الناشطة أو سفيرة أم أحمد. أم أحمد. حياك الله يا شيخ. في إحدى اللقاءات قلتي أن الوالد الشيخ رحمة الله عليه سعد العبد الله، وأيضا الوالدة نوجه لها تحية إذا كان تابعنا الشيخة لطيفة الفهد، أن أهما اللي كانوا سر لنجاحك أنتي. نعم الاثنين، يعني من الوالد طبعا كونه باسمه والدي كنت مثلي الأعلى، والوالدة طبعا في العالم عمل التطوعي هي اللي ساعدتني كثير يعني وعلمتني ما هو العمل التطوعي، والوالد كان مثلي الأعلى وساعدني معنويا ماديا في ريادة مجلس سيدات أعمال العرب. سفيرة النشاط الاقتصادي منصب جديد وأول مرة. نعم. وأنت يعني خير من يمثل هذا المنصب، وإحنا فخورين ككويتيين فيك ونتمنى لك، بس شنو المهام اللي تحملينها على عاتقك لهذا المنصب؟ طبعا هذا المنصب هو التنشيط الاقتصادي للسيدات الأعمال حول العالم، لأنه هو اليونيدو، هو مش بس الدول العربية تمثل كلهم النشاط، أنه أنا كنت سفيرة لهم أمثلهم، يعني كان في اجتماعات في فيينا كان لي دور كبير جمع بين الدول العربية مع الدول الأجنبية، فهذا هو شنو الناشط الاقتصادي كسفيرة لهم. أنجزت إنجازات؟ يعني من نذكر أهم الإنجازات اللي صارت. الإنجازات اللي سويناها العام، رحنا لماتيرا اللي هي حتكون بلد الثقافة في سنة 2019، حيكون هو معرض كبير للدول العربية خاصة السيدات في الأعمال، ومن ثم حناخذها ل 2020 في دبي. ما شاء الله. 2020 هناك راح يكون إن شاء الله. إن شاء الله. خلف يعني هذا الإنجازات وأيضا هذا مد الجسور خصوصا في بين هيئة عالمية مثل هيئة الأمم المتحدة، وخذيتي أفضل يعني لقب الحصري سفيرة النشاط الاقتصادي، شيخة حصة الإنسانة شلون تبدأ يومها؟ أنا إنسانة بسيطة، ما عندي أي هاي، أقوم الصبح يعني كإنسانة في بيتها مثلا فنجان القهوة وفطور يعني، وبعدين يبتدي اليوم مثلا حسب، عندي سفرة، عندي نشاط خارج الكويت، مثل بكرة مسافرة، عندي تكريم في شرم الشيخ. صح، نبارك لك التكريم إن شاء الله، باكر إن شاء الله بشرم إن شاء الله الشيخ. وهذه مهامي كثيرة السفر، خاصة عندنا الاتحاد العربي الإفريقي للسيدات الأعمال، هذا حيتطلب مني سفر كثير في الدول الأفريقية. الأفريقية صح؟ إيه؟ أنه نجمع بين السيدات الأعمال العربيات مع الأفارقة، بدينا في العام في جنوب أفريقيا، وعندنا الدول الأفريقية الباقية كل بن يبون يكونوا متواجدين في هذا الاتحاد، فهو نسلط الضوء على المرأة الأفريقية من هذا يعني القصد، من هذا المبدأ. نعم. يمكن نتطرق بعد حق نقطة مهمة، أن دائما يعني إحنا هنا بالكويت اجتماعيين من الدرجة الأولى، يعني ناس تتشرح، ناس تقول وين ما زرتي ما وجدت، فأنت بين هذه المشاغل وهذا السفر وهذا الإنجاز شلون قادرة تحققين التوازن ما بين هذا الموضوع؟ والله في تعاون بين الخوات، كنا نقول يعني إذا أنا ما كنت موجود أختي الشيخة فايدة تنوب عني في الأشياء، فعلى هذا يكون يعني هي إذا هي مسافرة أنا نوب، إذا هي مو موجودة توزيع الأدوار، توزيع يعني الأدوار بينكم. إيه نعم. إلا بس إحنا ما شاء الله يعني إحنا مجتمعنا اجتماعي بحت يعني. صح. تشرها هذه. صديقات الشيخة حصة في وقت تزورينهم يزورونك؟ إيه
لا في الوقت خاصة لهم زياراتهم، يعني هذا شيء بالعكس لنسبة وايد أحب صديقاتي، يعني مو دائما بس كمان إنه أنا درست خارج الكويت فعندي وايد صديقات خارج الكويت حسب دراستي يعني برا الكويت. الشيخة ما شاء الله الشغل هذا جهد عليك والسفر والله يعني إيه والله خصوصا الدول الأفريقية وإلى فيينا. كل الدول الأفريقية شيخة ولا كل الدول كل يعني مو شمال أفريقيا إيه؟ لأن شمال أفريقيا تعتبر من الدول العربية يعني من نقول الدول من حتى السودان لا من إثيوبيا وانت نازلة يعني من راح تجمعين ما بين الدول الأفريقية والدول العربية يعني 22 دولة. المجلس راح يكون في اتحاد مجلس اتحاد عربي إفريقي 22 دولة عربية والدول الأفريقية 54 دولة. بس الحين ما صار الاتحاد لا صار الحين النشاط مالنا السنة هذه إنه زيارة. يعني شنو أبرز النشاطات اللي أول شيء حيكون في زيارات للدول هذه التعارف على المرأة الأفريقية وصحبات الأعمال وبعدين تكوين طبعا الانترنت والفيسبوك وهذه الأشياء كلها تأتي مثل ما المجلس على مدة 16 سنة من 99 احنا اشتغلنا على هذا التجمع السيدات العربيات كذلك حنعمل على مو شيء جديد شوية الموضوع يعني ممكن نقول انه شيء جديد فدائما الشيء الجديد يواجه صعوبات يواجه متاعب فمن البداية حاسة ان هالموضوع راح يكون متعب حيكون صعب وشيق خاصة أفريقيا لأنه كل دولة تتكلم لغة وأطباعهم تختلف وهذا عاداتهم. بس حاسة أهم الأفريقيات يبون يدخلون على الدول العربية يبون التعاون من السيدات العربيات لأنه شايفين أنه السيدات العربيات قويات وخاصة خليجيات ففي عندهم حب أنه يتعرفون يعني نشوفهم في المؤتمرات اللي نسويها وندعيهم منهم ترحيب يعني وقبول انه يكونوا معانا فالحمد لله أكيد ان شاء الله. شيخة انت مفخره خصوصا في الاعمال هذه لان حتى الدول الافريقيه بعد فيها خطوره والله. اي والله إيه. هي تاخر هذا الاتحاد لانه كان في المرض ابولا فاخرنا طبعا 3 سنين على اشهار الاتحاد بس الحين ان شاء الله حنقوم لانه كذي قمنا في جنوب افريقيا ونطلع ان شاء الله للشغل. عسى الله يقويكم ان شاء الله ولا يحرمكم الاجر. صوره عندنا صوره خلينا نشوف الصوره مع بعض. عندنا صوره شيخه اللي ربتك جدتك جدتي زوجة فهد السالم. نعم شو جدتي مع فهد. ايه شو تذكرك هالصوره؟ تذكرني في اسكندريه قصر المنتزه حوالي كانت يمكن 66 شيء كذي. شيخة هي اللي ربتك؟ هي اللي ربتني. هي شنو تأثرتي فيها؟ شنو تعلمتي منها؟ من كل طباعها علمتني على أكون سيدة بيت طبخ. الطبخين شيخة؟ أطبخي ما شاء الله أطبخ وعلمتني الشيل وكنت يعني أنا اللي أتشيل لهذا وأنا اللي أوزع الصحون في رمضان يعني أنت بنفسك شيخة؟ بنفسي وأوزع الصحون والأي بيت واللبن اللي يطلع لوين وهذا فتعلمت منها الطباخ وحب الترتيب الإشراف البيت. يعني الإشراف على البيت والأشياء البيت إيه هذا منها إيه تعلمت ما شاء الله. لا وتطبخ بعد شنو أحلى طبق من إيد الشيخ يكون دائما يعني صديقاتك الأهل يقول ما شاء الله هذا الطبق حق الشيخ إيه كان الطبق المفضل اللي أنا يعني سويته كان الوالد يحبه وايد هو دياي محشي بالزعتر. الله أنا واحد من المعدين زاير البيت نعم وشايف أشياء غريبة عجيبة لازم نشوفها إحنا بعد أكيد تفضل يلا خلينا نشوف مع بعض ونعلق عليها أكيد هذا الكرسي هذا كرسي. شنو سالفة الكرسي؟ هذا سالفته كرسي من بقايا أثاث عبد الله السالم. أوكي. يعني كرسيين. تحتفظين بالأنتيك هذا. إيه نعم. محتفظة فيهم. إيه نعم. أوكي بعد خلينا نشوف. رحمة الله عليه. الله البيت وايد حلو ما شاء الله. تسلمين من ذوقك. يعني وفيها الأشياء التراثية يعني بيت كويتي. إيه. شيخ هذا كلها مقتنيات قديمة. إيه نعم. كلها قديمة هذه كلها حق شيوخنا قبل هذه شوية من أفريقيا ها؟ اي في أشياء هذه أشياء من أفريقيا ايه؟ تحرصين دائما في سفرك تاخذين شيء يمثل البلد تراثها يمثل تراثها اي نعم دائما أشياء حلوة اي والله شلون حبيتي انك يعني تجمعين هذه المقتنيات شلون بديتيها؟ هذه الهواية طورها الوالد والوالدة عندي يلقوني أحب مثل الوالد كان يحب الأنتيكس ومقتنيات اللوحات وهذه والوالدة كذلك فتعلمت منهم وحبيتها وايد فكنت
كنت كل ما أشتغل وأجمع معاشي أروح أشتري. طبعا الوالد الله يرحمه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أكيد له تأثير في حياتك، في مشوارك، في عملك، في عطائك، في كلامك، في روحك كثير. يعني ما شاء الله أنا وأنت تسولفين ذكرتينا فيه الله يرحمه. الله فأكيد أنت كان قدوة لك ولنا إحنا. نعم. فمدى تأثيره عليك؟ كثير كثير كثير، يعني في حياته وحتى في مماته ما زال يعني أتعلم منه. يعني إذا استعصى علي شيء أركز معه على هو شلون كان يتصرف، شنو حيقول لي، شلون الحل. كان يقول لي دائما إذا واجهتش مشكلة اعتبري المشكلة جزئيها وحطيها جزئيها، وبعدين لما تجزئينها تبقى أسهل لك إن تحلينها. فأحلها على هاي، ما أستصعب إنه جتني على فجأة فأكسر هذه المشكلة. يعني كذي قدرت أنجح في المجلس، يعني كان واجهتني مشاكل كثيرة خاصة العمل مع السيدات، فشوي صعب كثير إرضاءهم، خصوصا العمل مع السيدات يعني. إرضاءهم صعب جدا يعني. بس الحمد لله لما كنت أرجع لأكون مرات أتعب وأقول خلص خلص، يقول لي لا ما دامش بديت الشيء شوي شوي. صحيح. يعني على هو النجاح هو الاستمرار. إيه الاستمرار. إيه والمثابرة والثقة في النفس والإيمان في النفس إنه ممكن تنجحين. أكيد. طبعا هو كان مثابة يعني بالنسبة لي يعني كل شيء. سموه أمير الوالد رحمة الله عليه يعني أثر على مجتمع وأيضا عالم خليجي وعالم عربي، وكان حكيم في سياسته دائما رحمة الله عليه. عندنا صورة بعد. الله يرحم شيوخنا جميعا. شوف الصورة. يلا. يلا شوف الصورة. هذه الصورة أيام الثانوية. إيه نعم. ما شاء الله. منو كان معاك أيام الثانوية؟ تذكرين أبرز الشخصيات منهم؟ وايد في كانوا معاي بنات تخرجوا اليوم صاروا أساتذة وتكاترة. يعني في عندي هني بالصورة حصة هذا أيام تخرج صح؟ تخرج. إيه. في زميلتي السعودية اسمها حصة معمر بعد. إيه. الثانوية شو اسمها؟ المدرسة الإنجيلية الإنجليزية للبنات. إنجليزية. إيه. فأصبحت دكتورة الحين هي في المنطقة الشرقية في السعودية، وباللبنانيات وفي أجنبيات، فكلنا يعني كل واحدة حصلت على شهادتها، في منهم صاروا دكاترة وعلموا في الجامعات. التقيتي في بعضهم؟ دائما تلتقين. حريصة على أن ألتقي فيهم دائما. ذكريات حلوة. أحلى أيام أنا أتوقع أيام التخرج مع الثانوية. الحمد لله شيخة على كثر مشاغلك وارتباطاتك ومسؤولياتك لحين حافظة على صديقاتك وأيضا. إي محافظة عليهم، وسنة 2010 سوينا صداقة 50 سنة. ما شاء الله. إيه. كان زين. عندنا بعد هم صورة نادرة. يلا. شوف الصورة النادرة. يلا. تذكرينها أيام تخرجك؟ تخرج من الثانوية، فيها صورة الله يرحمه الوالد. ويدتك؟ يدتي والله يرحمها مريم. كان حاضر حفل التخرج. تخرج الوالدة. إيه نعم حضروا. رحمة الله عليهم. الله يرحمه. هذه أي سنة؟ سنة 68. 68. يعني إحنا في ظل التكنولوجيا الحين ما صار عندنا شيء صور. يعني هذه الصور الواحد لازم يسوي هالصور هذه يحتفظ فيها. يحتفظ فيها. هذه صورة أنتيك بروحها كذي. أنتيك. والله يعني أقول التكنولوجيا والتصوير والسناب شات والإنستغرام. صح. خلاص متواجدة في هذا العالم دكتورة. إيه. يعني عندك إنستغرام. يعني مو كثير عندي طبعًا، لازم يكون عندي لأنه المجلس، ولازم يكون عندي الواتساب وعندي سناب شات وعندي تويتر وعندي هالأشياء، بس للمجلس بس مو لي شخصيًا. أنا ما عندي يعني. بس أحب الصور القديمة، أحتفظ بألبومات وصور أكثر. نعم شيخة حصة، يعني أكيد لما نرجع في شريط الذكريات ورحلة إلى الحنين، أكيد قابلتي الوالد رحمة الله عليه وكنت قريبة منه، وأيضا عبد الله السالم رحمة الله عليه الشيخ. نعم. نبي مواقف صارت مع الشيخ عبد الله السالم، نبي الذكريات القديمة، نبي ذكريات أنتيك على قولته. قديم. يعني هو كان دائما حكيم جدا، وكان يسأل أسئلة يعني يشوف شنو حنجاوب. مثلا يسأل مريم مين تحبين أكثر، أمك ولا أبوك؟ تقول مثلا أبوي، يقولها شفتي حصة تحب أبوها أكثر، أقولها لا أنا أحب اثنين ما أحب واحد أكثر من الثاني، لأنه أقولها هذا ولدك وهاي بنت أخوك يعني. فبس كانوا دائما يسأل شلون سويتوا بالمدرسة، يعني بتروحون برا اللي تدرسون برا، وشلونكم مع اللغة الإنجليزية. كان حكيم وكان يستفزنا بذكاء، يعني شوف نعم. شنو بنات بنته شنو مسوين، يعني عشان يفزز المواهب اللي عندكم. إيه هذه بخليهم يفكرون يعني يستنتجون. إيه. رحمة الله عليه. يمكن نقول رئيسة مجلس سيدات أعمال العرب، يعني هذا المنصب منصب كبير،
ويعني نقول مثل ما يقول أنت خير مرأة تمثل هذا المنصب. ممكن نقول الإنجازات اللي ممكن الواحد يحققها على مدى السنين الجاية. هي أول إنجاز إشهار هذا المجلس. سنة 94 رحت على دورة تدريبية في تونس، لقيت أنه المرأة التونسية سباقة في كل شيء. تونسية؟ تونسية تعمل في التجارة، داخلة في غرف التجارية، في غرف الاقتصادية. يعني لقيت إحنا الدول إحنا العربية الباقية متخلفين، سوريا وتونس كانوا سباقين. فلما اجتمعنا في 99 في قلت لهم لازم نسوي إحنا شيء، اتحاد، شيء مجلس لنرفع صوت المرأة العربية الخليجية. على الأساس انشهر هذا المجلس. وبعدين أحدى رواكز المجلس أنه لكل دولة عربية لازم يكون عندها جمعية سيدات أعمال. وهذه صارت دول الخليجية، زيارات لدول الخليجية مع السيدات الأوائل أو رؤساء مع الدول العربية الأخرى. وأصبح المجلس اليوم مجلس عالمي، صوتها صوت عالي والمرأة موجودة فيه ينسمع صوتها من الحكومات. أعضاء هذا المجلس تشكيلة؟ تشكيلة من الدول طبعا، مثلا مصر لها كرسيين، الكويت لأنه في رئيس وفي من يختار هذه الأعضاء؟ الأعضاء المجلس. أعضاء المجلس في انتخابات كل 4 سنين في الجامعة العربية، هم ينتخبون الرئيس. بس بعد مدة صار الرئيس تزكية ما عاد ينتخب. أكيد، لأن صارت العملية الانتخابية وأيضا اتفقوا على شخصية معينة تقدم إنجازات فيستمرون عليها عشان على الفريق. عشان تمشي العجلة ويصير في تطور. يعني إذا أحد وغير العجلة والتطور أكيد ما راح يمشي الموضوع. أنا متفق أن المرأة الكويتية شاطرة وين ما حطها. أي والله صح، الحمد لله. استأنست حصة اللغة استأنست الحمد لله، لأن والله صدق المرأة الكويتية ما شاء الله ناجحة بكل المجالات. أكيد يعني. أكيد وبلا شك تحية لكل امرأة وأيضا فتاة كويتية، لأن حقيقة هم مفخرة في كل مجال قدموه، خصوصا في السلطة التنفيذية كانت وزيرات شفناهم نوجه لهم تحية، وأيضا معالي وزيرة الشؤون وزيرة الآن، وأيضا في شفنا نائبات في السلطة التشريعية. فتحية لكل نساء الكويت الكل بلا تزايد. شيخة ودكتورة احنا تشرفنا بوجودك في ليالي الكويت وأسعدتينا، وانت مثل ما يقول اضافه لوجودك، اضافه لنا هني في ليالي الكويت. شكرا، يعطيك الف عافيه شيخ. انت مفخره، شرفتيني اليوم في ليالي الكويت. اهلا، شكرا، سلمك كل التوفيق. طبعا مشاهدينا كان هذا لقاء جميل مع شيختنا الشيخه حصه، وايضا نكملين معاكم في حلقتنا الليله في ليالي الكويت، ولكن بعد هذا الفاصل.